احنا حكينا قبل فترة على وضعيات الجسم اللي هي ممكن تكون مؤذية، ممكن تكون مؤلمة شوي في مناطق معينة. فاليوم حنعمل بعض التمارين اللي هي ممكن انه تحرك عضلاتنا، وبعض التمارين كمان ممكن انها تريحنا من ناحية انه نعمل فيها اطالات وغيره. والان نعتبر حالنا الان احنا قاعدين على مكتب، خليني اخذ زاوية في حال عشان تشوفوني من اكثر من زاوية. انا الان بقعدتي على مكتبي دائما عامل هاي الوضعية مثلا على لابتوب او غيره، فبدنا نحاول انه دائما نرفع ظهرنا حتى لو احنا مش قاعدين على ظهر الكرسي. في ناس كثير ما بيرجعوا لورا بهذا الشكل، ولكن بامكاننا انه احنا لو حتى لو قدمنا انه نتذكر انه نرفع ظهرنا. هاي زي كانه احنا قاعدين نعمل تمرين لعضلات اللي هي اسفل الظهر، او نحكي العضلات اللي هي المحيطة بالعمود الفقري. الان دائما ايدينا هون، انه نحاول انه نسند على اكواعنا، هذا واحد على اساس انه نتذكر دائما الكتاف تضل لورا ولا تحت وصير صدرنا مرفوع. الان بعض التمارين اللي ممكن احنا نستغلها باثناء وجودنا بالمكتب واحنا قاعدين على الكرسي، بامكاننا نعمل زي تمرين السكوات اللي هو بفيد عضلات الرجلين. واحد، بانه نقوم ونرجع نقعد بهذا الشكل. ممكن احنا كل مثلا ساعة من دوامنا انه نعمل لمدة 5 دقائق بعض التمارين اللي هي بنقوم وبنوقف فيها. احيانا بيكون في عنا ألم في مفاصل الركبة، وهذا عشان ضعف العضلات وجمور العضلات في هاي المناطق، تمام؟ هذا واحد من التمارين. الآن إذا بدنا نشتغل على تمارين نحكي الكور، بإمكاننا انه نستخدم المكتب نفسه، فبإنه نحط إيدينا على المكتب ونرجع برجلينا للخلف، حنخلي جسمنا مستقيم هون وحنشد على عضلات البطن. ممكن نضل ثابتين بهاي الوضعية، وممكن ندخل ركبنا لجوا ولفوق عشان نشغل برضو عضلات البطن وعضلات الحوض. وزي ما انتم شايفين احنا كل الاسناد تبعنا بيكون على الكتفين والجزء الاعلى من الجسم، لجوا كل ما طلعنا ولفوق كل ما طلعنا، كل ما حسينا اكثر في عضلات البطن، وهذا اشي مهم نعتبره. جود، اوكي. ممكن المكتب نفسه بعد تمارين البطن انه نستخدمه زي تمرين بوش اب، سهل جدا ممكن نعتبره. ليه؟ لان ايدينا مش على الارض، ايدينا صاروا على ارتفاع، فاحنا من مكاننا هون ممكن انه ننزل نعمل بوش اب عشان نشغل الجزء الاعلى من الجسم. فبالتالي هون زي ما احنا ملاحظين الكواع ما بتطلع لبرا كثير، فهي لازم ترجع لورا شوي ونميل اكثر بجدعنا. داون اند اب، بس نوصل عند مستوى الكوعين بنرجع ندفش جسمنا. جود، استقامة طبعاً، البطن مشدود عشان جذعنا يظل مستقيم كما هو. فصفى هدول من التمارين اللي هي احنا ممكن نشتغلها سواء كان للرجلين، وحكينا لا الكور وعضلات البطن وكمان لأعلى الجسم. الآن وإحنا قاعدين على المكتب بدنا تمارين تريحنا، ممكن ما بدنا تمارين نشتغل فيها ونتعب فيها. فالآن صار عندنا ألم بأسفل الظهر، إيش ممكن نسوي؟ نوسي رجلينا على المكتب نفسه ونصير ننزل شوي شوي لتحت زي كأنه بدنا نلمس الأرض، أوكي؟ فإحنا هيك بنعمل إطالة لعضلات اللي هي أسفل الظهر، ننزل شوي شوي، بنعود حالنا الركب تكون مفتوحة لبرا بهذا الوضع. هذا أول تمرين لعضلات أسفل الظهر. طبعاً بكل تمرين إحنا لازم نثبت بين 30 ثانية لدقيقة أحسن. الآن عضلات الحوض نفسها اللي احنا قاعدين عليها ايش بنعمل؟ بنحط رجل على رجل بهاي الطريقة، الكعب فوق الركبة، وبنصير كمان مرة نميل لتحت، حنحس في شد كبير بمنطقة الحوض من هاي الزاوية. إذا قدرنا كمان ننزل لتحت بيكون كثير أحسن. شوي شوي حنعود عضلاتنا بإنها تاخذ مدى حركي وبتصير حركتنا أسهل خلال اليوم. بعدين نعمل سويتش طبعاً على الرجل الثانية، صدرنا مرفوع، بننزل فيه شوي شوي لقدام. أي حدا معانا الآن بيشتغل حيشعر بالضبط
على المناطق اللي أنا أتكلم عنها حالياً. Good. Okay. الآن في العضلات اللي هي للفخذ الأمامي ممكن نستخدم لها استرتش بالإسناد على المكتب، إنه نرفع رجل بهذه الطريقة ونسحب ركبتنا شوي لورا، بس بما إنه إحنا في مكتب حوالينا عشان نركز على السحب ممكن إنه نسند، وممكن بعدين إنه نصير نتوازن على الرجل نفسها من غير ما نسند. بعدين نعمل سويتش على الرجل الثاني. هلا في ناس بيحتاجوا إنهم يعملوا بالانس بالمكان، بعدين كمان نصير نعتمد على رجلنا في موضوع التوازن. تمام. هلا في كمان العضلات الفخذ الخلفي، إذا حسينا فيها شد إنه برضه نستخدم الكرسي نفسه، ممكن نحط كعب رجلنا فوق الكرسي ونلف حوضنا باتجاه الكرسي ونصير ننزل شوي شوي لتحت، هنحس إنه في شد بعضلات الفخذ من تحت. فهاي تمارين لازم بشكل يومي نشتغلها، ممكن تكون لأكثر من مرة باليوم إذا عندنا ساعات طويلة ووضعيات طويلة. الوضعيات الطويلة هي اللي ممكن تسبب لنا الآلام هاي، فهون حنحس بأنه العضلة رجعت انتعشت وضخينا دم فيها. الآن ممكن على ظهر الكرسي نفسه أو إذا كان المكتب برضو عالي إنه نعمل ستريتش لعضلات اللي هي أعلى الظهر. أوكي، إيدينا على المكتب وثني بالركبتين وننزل شوي شوي لتحت بصدرنا مع ثني بالرجلين، نظرنا بده يكون على الأرض، إيدينا مستقيمة. Good. هذا بسحب كل عضلات الظهر طبعا من أعلى لوسط لأسفل الظهر. الآن في تمرين أكيد يمكن تستنوه اللي هو العضلات كثير عندنا إحنا بتشد، ألا وهو هاي العضلتين اللي هم جنب الرقبة. فإيش ممكن نعمل؟ إذا إحنا بنعمل استرتش لهاي المنطقة هناخد إيدنا اللي بنفس الجهة ورا، وممكن كمان عشان تكون واضحة إنه نمسك الكرسي من الخلف عشان نثبت الإيد، وهون نمسك راسنا بخفة حننزله للجهة الثانية. فإحنا إيش بنعمل؟ قاعدين مط لهاي العضلة، هنحس أولها في شد ولكن بعد نص دقيقة هنحس في راحة، بعدين هنرجع نعمل سويتش. إيدنا هتمسك هون زي ما شايفين، صدر مرفوع، نظرنا للأمام وشوي شوي بنمسك الراس من الجهة الجانبية وبننزله بهاي الطريقة. نفس طبعا متواصل أثناء تمارين الستريتش. بعدين ممكن بمكاننا إنه نعمل شوية تمارين حركية، رول الكتاف. ممكن وإحنا قاعدين هون إنه نمد إيدينا لقدام، نمط عضلات أعلى الظهر، نفس. ممكن نمسك الكرسي من ورا ونرفع صدرنا لفوق. شوف أثناء ما رفعنا صدرنا حنحس فيه صار في ستريتش على منطقة الصدر والكتفين من الجهة الأمامية. طبعاً بأكد بأنه إذا بدنا نستخدم كرسي لهاي الحركات إنه يكون كرسي ثابت، يعني إذا كان كرسي بعجال بإمكانه إنه لا سمح الله إنه يزيح لجهة أو جهة أخرى، فبالتالي ممكن إنه يعيق هاي الحركة. الآن ممكن دوران خفيف، وممكن هاي الحركة إنه نثبت فيها عشان الجذع كمان وبرضه للجهة الثانية، يعني هيك تخيل بأنه عملنا أغلب عضلات الجسم، سواء كانت في تمارين للعضلات وكمان بتكون في مرونة للمفاصل.